واولا بالنسبه لنا اولا انا نقول لكم كل شيء بكل صدق وبكل امانه بالنسبه لنا التجارب ديالي اللي دازت لانه دزت عبر مجموعه ديال التجارب بالنسبه للرئيس ما نحاولوش نجعلوا من هذه النقطه هذه شي حاجه اللي هي مؤثره بالنسبه لنا. رئيس كنعترفوا به رئيس في المستوى رئيس نزيه رئيس اللي كان اولا في الميثاق الجماعي باش يفهموا جميع الناس ان الرئيس ما عمل تطوعي كنقوموا به كامل وبالتالي هو عنده اشغال ديالو هو كوزير وزير ديال البلاد. حنا بالنسبه لنا راه اي رئيس كما بغى يكون واخا يكون متواجد يوميا هنا من شنو اللي كيخدم ماشي التواجد هو المخطط والطريقه ديال العمل. الحمد لله هو انسان ديال الثقه وانسان اللي وضع الثقه في الاخوان كاملين ودرنا طريقه عمل وهذيك طريقه العمل كيساهم فيها بفعاليه هو والحمد لله ما وقفت حتى حاجه في ديال الصفر. شنو اللي وقف باش غادي يبقى الرئيس هما كيكونوا رؤساء هنا وما عمرهم كيمشيو للجماعه ولكن الرئيس اللي غادي يتحرك على مستوى ملفات واللي غادي يحط استراتيجيه للعمل ما حنا دابا المؤسسه اللي كانت كيخص العضو ضروري يحضر باش تمشي ما بقاش هذا المنطق ديال خص العضو يجي يمشي مع مواطن يمشي يقضي علاش ما بقاش؟ لان الاستراتيجيه اللي كتخدم الموظف تحمل مسؤوليته بالنسبه لنا حنا كاعضاء حنا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذا النهار اللي راك جيتي راه غادي يحضر الرئيس وكندير مخططات اللي علاش غادي نمشيو مثلا واحد السيمانه ولا جوج ولا 15 يوم وبناء على ذاك المخطط كينفذوه الموظفين وكنفذوا كل الاختصاصات اللي ممكن حنا راه مشرعين ماشي بالضروره يجي الرئيس يجي يبقى يدخل كل صباح يدخل المكتب ديالو. انا حتى انا كنائب رئيس راه كنمشي لشغالاتي ولكن نظرا لانني انا موظف هنا في صفرو انا كنقدر نجي ولكن هو راه اطار تبارك الله وطني وشخصيه ماشي باش غادي ما هو فاش زاد هنا في الانتخابات عارفين الناس بانه راه سيكون طالب بيضاء وبانه راه وزير ولكن الناس فاش صوتوا عليه راه صوتوا على الخبره صوتوا على الطريقه ديال العمل الغياب ديالو مثلا الى غاب ولكن راه الافكار ديالو والتسيير ديالو والامور ديالو باش كيشوف الامور خاصها تمشي راه كتمشي بها وكل جلسه كنجلسو كنديرو التقييم ديالنا للعمل اللي فات وهذا هو الحضور ديال الرئيس. ربما يحضر الرئيس ولكن ما يعطيك حتى فكره ربما يكون معك الرئيس وهو كاع ما كيسير حتى حاجه ولكن راه الرئيس اللي كيتواجد وكتمشي الامور كتلقى تدخل الاداره كتلقى كل شيء محلول وكل شيء كتلقى الحمد لله بالنسبه للحاله المدنيه دخلت في اطار المعلوميات بالنسبه لدراسه الشكايات كذلك دخلات هذا كتدخل كلها في الحكمه والحكمه من كترجع راه كترجع للاطار ديالنا كامل ما كنقولوش الرئيس ولا نائب الرئيس هو اللي كيدير هو اللي كيدير كلنا الحمد لله كنخدم وما يمكنش دير كشخص ان هذه الحمد لله كاين موظفين كاين منتخبين وكاين مجتمع مدني حتى المجتمع المدني ساهم فعاليا في هذه العمليه هذه. كلمه اخيره بالنسبه للكلمه الاخيره اولا كنشكروك مدينه صفرو ساكنة بالنسبه للساكنه حنا كنتمناو اننا نكونوا قدمنا واحد التجربه اللي ربما اعطت واحد قيمه مضافه للمدينه وكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا لا نلغي الاخر حنا كل واحد كيدير في هذه البلاد على شكل ولكن كنتمنى نكونوا عند حصن منظم ديال الساكنه وإلا كنا حتى ربما قصرنا في واحد شي اطار وكذا حنا راه ماشي ملائكه كاين اكراهات ماديه كاين اكراهات من الناحيه القانونيه وكنشكروا مره اخرى الاخوان ديال فاس نيوز اولا كنشكركم لانكم كنتو في اللقاء الاول اللي تلاقيت معكم كنتو منضبطين وداك الشيء يبان بسرعه الارض الواقع وكنتمنى ان شاء الله مازال نتذكروا معكم. حنا بالنسبه لنا مدينه صفرو هي مفتوحه لكم والاداره اجيو مرحبا في كل وقت اي حاجه اللي تقالت لكم في اطار ما هو كلام اجيو تفسروها فيما هو واقع وواقع وتخرجوا فيه. شكرا.